أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. لن تصدق كيف أصبح شكل الفنانة عايدة يوسف المشهورة بجوري وعودتها للتمثيل بعد غياب ومعلومات صادمة عنها. الفنانة السورية عايدة يوسف تتمتع بطلة مختلفة عن باقي قريناتها في الوسط الفني السوري، فهي صاحبة الوجه الذي فيه الكثير من الجمال الشرقي الممزوج بملامح غربية. هذا بالإضافة إلى إقامتها التي تؤهلها لأن تكون عارضة أزياء ناجحة. وشاركت الفنانة عايدة يوسف في أعمال مختلفة بالدراما السورية، حيث شاهدناها في دراما كوميدية وتاريخية واجتماعية. ورغم ذلك تقول إنها ما زالت في بداية مشوارها الفني، وبرزت موهبة الفنانة السورية عايدة يوسف في أول مسلسل تلفزيوني كوميدي شاركت فيه مع النجمة السورية أمل عرفة في مسلسل دنيا في العام 2001. ومن خلال هذا العمل التلفزيوني انطلقت الفنانة عايدة يوسف بقوة في الدراما السورية، حيث جسدت العديد من الأدوار اللافتة التي شكلت لها بصمة مهمة في مسيرتها الفنية. وشاركت في أعمال تلفزيونية وإذاعية ومسرحية إلى جانب اشتغالها بدوبلاج المسلسلات الأجنبية من مكسيكية وتركية وغيرها. ولدت الفنانة عايدة يوسف في مدينة حماة في عام 1976، وانتسبت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1997، والفنانة عايدة يوسف المعروفة إعلاميا باسم جوري، حيث تقدم برنامجا إذاعيا بعنوان بن جوري مع جوري، وهو برنامج صباحي منوع يقدم يوميا لمدة ساعتين على الهواء. وتمتلك الفنانة عايدة يوسف مقومات شكلية ساعدتها على تقديم نمط مختلف من الشخصيات النسائية القوية في المسرح والتلفزيون. بالإضافة إلى موهبتها في الأداء وقدرتها على التلون مع أنماط متعددة من الكاريكاتيرات من الكوميدية والاجتماعية والتراجيدية والأعمال الموجهة للأطفال. ومؤخرا عادت الفنانة جوري إلى الساحة من خلال مشاركتها في العرض المسرحي الريشة البيضاء للأطفال، وبعض الأعمال الإذاعية والدرامية التي ستعرض في رمضان القادم منها مسلسل فرصة أخيرة.
وبعد أن صنعت لنفسها مساحة خاصة في الوسط الإعلامي عبر عدة برامج فنية وحوارية في الإذاعة والتلفزيون. وهذا ما ترافق مع ابتعادها عن عملها في التمثيل لسنوات. وعن هذه العودة قالت الفنانة جوري في حديث نسب لها: لم أتقصد الغياب عن الساحة الفنية كممثلة، وعملي في الإعلام نابع من كوني فنانة أولا. ولكنه بالتدريج سرقني من التمثيل وغبت دون رغبة مني، ومع ذلك بقي التمثيل هو دراستي التي أحبها ومهنتي التي أستمتع بممارستها وشغفي الأول. وتابعت الفنانة جوري بعد ابتعاد لعدة سنوات: سنحت لي الفرصة بالعودة للتمثيل من خلال مسرح الأطفال مع المخرج وليد الدبس، ما فجر داخلي شوقا كبيرا للمزيد من الأدوار المتنوعة، فشاركت بعدة أعمال أخرى للموسم الدرامي القادم. وأوضحت الفنانة جوري أنه رغم اشتراك التمثيل والإعلام بأضواء الشهرة لمن يعمل بهما، إلا أن لكل منهما خصوصيته ومزاياه. فالإعلامي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة من خلال ضرورة امتلاكه الثقافة وسرعة البديهة والبحث الدائم عن الحقيقة والعمل باستمرار لاكتساب احترام الجمهور بجدارة. وهي صاحبة برنامج عطر الفن على قناة السورية، تجد أن الفن السوري الأصيل قوي وقادر على الاستمرار والمنافسة رغم كل العقبات التي تعترضه، وخاصة في الدراما التلفزيونية بما يمتلكه من قدرة على التجدد والتألق الدائم. وعبرت الفنانة جوري عن تفاؤلها بمستقبل الفن السوري عموما والدراما التلفزيونية والإذاعية على وجه الخصوص. وقالت الفنانة عايدة يوسف: طموحي لن يقف عند حد معين، وإن كانت المعوقات كثيرة سأصل إلى ما أريد في تقديم الأدوار المتنوعة والصعبة ليفوز بمحبة وتقدير الجمهور. وزادت أعمالها التلفزيونية التي مثلت بها منذ احتراف الفن قبل 20 عام وحتى الآن على 40 مسلسلا، أهمها دنيا وعربيات وخالد بن الوليد ويوميات جحا وشهرزاد والطريق الوعرة ورجال تحت الطربوش ولوحة حب وسباق للزواج وسقف العالم والفوارس وسحر الشرق وغيرها الكثير.